حملة رش تعقيمي للأسواق والمرافق العامة تشهدها أسواق مديرية المخاطر في لحج. الحملة يتبناها فريق صحي تطوعي بإشراف من مكتب الصحة العامة في المديرية، حيث تستهدف المطاعم والمخابز والمرافق العامة لتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة خطر انتقال وانتشار فيروس كورونا. بدأنا بعملية حملة رش تعقيمي للمرافق الصحية والأسواق والمرافق الحكومية في المديرية، الأماكن يعني اللي فيها تردد كثير من المواطنين وفي أسطح ملامسة يعني، فعملنا حملة تعقيم بالمعقمات لهذه المرافق منذ 3 أيام، ولا زلنا يعني في هذه الحملة. أيضا هناك حملة مصاحبة لهذه الحملة، حملة الرش، هي حملة توعية. ترافق حملة التعقيم هذه أيضا حملة توعوية للمواطنين وتوزيع الملصقات والإرشادات في مديرية تشهد أسواقها حركة نشيطة للمسافرين بين مختلف المحافظات، خصوصا من مرتادي المطاعم ومحلات التموين والأماكن الخدمية. قوم بحملات توعية ورش للمرافق الصحية والأماكن الحيوية، ولكن يكمن الخطورة في مديرية المقاطرة كونها تعتبر الخط الوحيد الذي تمر عبرها المئات من الناقلات والباصات والسيارات تحملون الركاب والبضائع إلى مدينة تعز أو محافظة تعز، وهنا ينزل المسافرين إلى الدكاكين والمحلات التجارية على جنبات الطريق الموجودة في القرى. طبعا في بعض المسافرين قد يكونون ناس وافدين من المملكة العربية السعودية أو من دولة مصر لغرض ما، ونحن نخشى من هذا المنطقة أو من هذا الأمر. تنفيذ هؤلاء المتطوعين لهكذا حملات وقائية لم تكن وحدها كافية لمنع ظهور أو انتشار أي فيروسات، بل وباتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الأخرى بحسب المصادر الطبية، ومن بينها اتباع التعليمات الصحية والالتزام بالنظافة الشخصية والابتعاد عن أماكن الازدحام والتجمعات. سامح عبد الوهاب، قناة بلقيس، لحج.